مالك بن دينار رحمه الله تعالى: والله ما ضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلب، فإذا قسى القلب جمدت العين فلم تبكي من خشية الله، وثقلت الروح فلم تنهض لطاعة الله. إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة، كالأرض إن سبخت لم ينفع المطر. لك أن تتخيل مشهدا واحدا، وهو أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولين قد كانوا هم الرجال حقا، وكانوا يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلون خلفه، ويرون وجهه، ويسمعون تلاوته وأحاديثه ومواعظه وتذكيره بالجنة والنار، ويستنون بسنته، ويسيرون خلف ركابه. ومع ذلك تأمل هذا العتاب اللطيف من الله سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.